رمضان هناك؟ رمضان كريم. أول حقيقة يعني الدور التونسي المشبوع يعني تجاه الأشقاء من ليبيا تحدث عن السلطة منذ عام 2011، وهم انفكوا حقيقة يدعمون الإسلام السياسي العقدي، سواء كان بإدخال الشحنات السلاح تحت ذرائع مختلفة أو مقاتلين. السؤال الذي يطرح نفسه البارحة، لماذا عن طريق تونس إذا كانت هي شحنة أدوية أو شحنة معدات تتعلق بمكافحة جائحة كورونا، كان من الأيسر أن تقدم عن طريق المنظمات الإنسانية، وهناك بعثة للدعم في ليبيا. هذا هو التساؤل الكبير الذي أثار شكوك حامت حول هذا التعاون عقب زيارة أردوغان لتونس. طبعا النشطاء التونسيين أشقائنا حقيقة، سواء كان محامين أو اتحاد تونسي الشغل أو صحفيين، من فكوا يصرخون، وأنا أتوقع بأن يحصل حراك حتى في الشارع التونسي. لن يصبر الشارع التونسي على هذه التجاوزات، وأن تقصف ليبيا ويقتل أبنائها انطلاقا من أراضي تونس. أنت تعرفين القاعدة الرئيسية التي تستخدم في استقبال هذه المعدات قاعدة رمادة، هناك خط مباشر للتهريب، تهريب الوقود والبشر عبر بعض الأراضي الليبية امتدادا لها يعني. فالبارحة طبعا فاجأتنا الأستاذة المحامية وفاء الشادي عندما قالت بأن الكهرباء انقطعت على المعبر، ما يؤكد فرضية أن الذي دخل ليس معدات طبية. وهناك معلومات يعني تتحدث عن أجهزة التصنت وبعض الحقائب الأخرى التي تحتوي أو تحوي مواد شديدة الانفجار. هنا لابد من الربط بين هذه الشحنة وزيارة رئيس الاستخبارات القطري أساس تركي قبل أسبوع في طرابلس، وزيارته إلى بعض مدن المنطقة الغربية التي انسحب منها الجيش وسيطرت عليها الميليشيات، وأيضا عودة خالد الشريف المتهم الرئيس في استجلاب هذه الصفقة، وكان لديه طبعا سوابق في موضوع يعني توريد معدات عسكرية وحقائب متفجرة من صربيا. إذن هناك عناصر الآن اكتملت حول مسألة الشبهات التي كانت تحوم حول هذه الصفقة، ونحن ذهبنا ما بعد الفرضية إلى ربما التأكيد على أن الدولة التونسي من خلال السلطة المركزية الحاكمة، طبعا قيس سعيد أصبح هو عبارة عن واجهة فقط لما يدبر له من قبل الجهاز السري بحركة النهضة وعلى رأس الغنوشي الذي يذهب ويجي إلى أنقرة في أكثر من مناسبة. إذن هناك يعني تنسيق واضح بين الجهاز السري لحركة النهضة وبين المخابرات التركية وبين التنظيم العالمي للإخوان المسلمين فرع ليبيا، وأما وربما حتى يعني هناك معلومات عن تسلل عناصر من بوكو حرام من أنصار بيت المقدس يعني عبر المعبر يعني بشكل غير قانوني، وكأنهم داخلون كعمالة وهم حقيقة مقاتلون متطرفون. لكن في كل الأحوال هل يمكن أن نسمي دخول هذه الأسلحة عن طريق تونس هو عرقلة لعملية إيراني، خاصة وأن هذه العملية تعرقل أو تحاصر أردوغان وجماعته في العاصمة؟ هو شوفي حتى نكون صراحة يعني واضحين من خلال قناة الحدث للمستمع والمشاهد الليبي الكريم والعربي، لا تعويل إلا على ما يقوم به الجيش في هذه الليالي المباركة. نحن على مسافة من فتح كبير بإذن الله، وهذه التقدمات وهذه الاستهدافات الموجعة التي تتابعنا بها يعني شعبة الإعلام والمعلومات التي يعني تصلنا حتى من مراسلين حربيين على الأرض حقيقة تشي بأن يعني أزفت الأزفة. يعني نحن لم نعد نعول على مسألة أن هناك تهريب سلاح أو مقاتلين، حتى بالمناسبة حتى يعني كثير من ضباط وضباط صف الجيش الليبي الذين لم يلتحقوا في الفترة الماضية استشعروا الخطر الآن وتأكدوا بأن ليبيا تواجه غزوا تركيا صريحا، ونحن اليوم نسمع عن آلاف الضباط والضباط
صف التحقوا بمحاول القتال. فهذه بشرة كبيرة لأن ليبيا لا يمكن أن تهون بهذه البساطة، وكل مخططاتهم وكل نواياهم وكل اتفاقاتهم يعني وخيانتهم حقيقة للوطن من خلال توقيع اتفاقية مع أردوغان تفضي بتسليم قاعدة روتيا سوف تدهق أدراج الرياح. ليبيا سوف يعيدها الجيش والقبائل والقوى الوطنية سيرتها الأولى، يستعاد الوطن وتسترد الهيبة بإذن الله قريبا وعاجلا وليس عاجلا. طيب كيف تقرأ تأهب الجزائر لمواجهة هذا التمدد التركي؟ أنا حقيقة كنت علقت على ما تفضل به الرئيس الجزائري. أولا هو قال في حديثي للصحفيين بأنه يعني أنا ضد الاحتراب بين الشقين. علينا أن نذكره ونذكر الشعب الجزائري وشعب شقيق وتزجت دماؤنا ولدينا مواقف تاريخية على عبر التاريخ منذ نصف قرن. يا سيد الرئيس، ما يحصل في ليبيا ليس قتال بين الأشقاء. هل الذي حصل في الجزائر في التسعينات فيما عرف بالعشرية السوداء، هل الجيش الجزائري كان يقتل الشعب الجزائري؟ لا. اليوم الجيش الليبي لا يقتل الشعب الليبي، الجيش الليبي يقاتل الإرهاب، يقاتل الإرهابيين والخارجين عن القانون. ثم كيف يعني لا يمكن أن يحل المشكلة الليبي إلا بالجزائر؟ لماذا هذه الوصاية؟ نحن شعب ولدينا تاريخ ولدينا كفاءات ولدينا قدرات ولدينا شيوخ ولدينا جيش ولدينا قبائل ولدينا كل مكونات الدولة الحقيقية ولدينا عمق، يعني لماذا هذه الوصاية من هنا وهنا؟ سوف ننتصر بالجيش وننتصر بالقوى الوطنية وننتصر بشيوخنا وسوف نبحر هذا الإرهاب. وهذه ليست تجربة مرت بها ليبيا فقط، مرت بها عديد دول العالم وتحطمت. طيب رأيك سيد عبد الحكيم، كيف يمكن التصدي لهذا الدعم التركي المستمر؟ هي عملية أننا سوف يعني لن تعط يعني لن تلغي بمعنى، لكنها سوف تقلل بكل تأكيد، سيما وأن هناك يعني معلومات تأكدت الآن عن وجود موارد فرنسية وربما حتى لوكسمبورغ دخلت على الخط هي الأخرى بطائرات مقاتلة. طبعا الموقف المالتي موقف معروف يعني، وأنت سمعت ربما منذ ليلتين كيف طار السراج عندما أشيع خبر هروبه وذهب إلى مالطا، لأن يعني كل ما يملكه هذا المجلس غير الشرعي المنصب وحكومته العميلة إلا أنه يقدم صكوك لهذه المافيات سواء كان لإيطاليا أو لمالطا بغية أن لا تشارك وتذهب في الفلك التركي. لكن في كل الأحوال يعني خروج السفير التركي من طرابلس وخروج السفير الإيطالي وهروب القوى العسكرية الإيطالية التي كانت ترابط في مصراتة كلها مؤشرات إيجابية. يعني علينا أن نؤكد أن المعنويات عالية جدا وكل هذه جعجعة بدون تحليل وهو تحشيد. تكسرت موجاتهم العالية الأولى في جبال ترهونة وتكسرت أيضا على أسوار الوطية وسوف تتحطم نهائيا في طرابلس. أشكرك المحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، شكرا جزيلا لك.